أهلا بكم أحباءنا الصغار مع قصة الحرف سين صوت سه. القصة بعنوان سامية وطبيب الأسنان. يا إلهي، غدا سيأتي الطبيب إلى المدرسة. ليلتها لم تتمكن سامية من النوم بسهولة، كانت تتقلب في سريرها، وأخيرا استطاعت النوم في وقت متأخر، لكنها رأت في نومها حلما مزعجا. لقد رأت الطبيب، كان رجلا مرعبا، له أسنان سوداء، يحمل بيده إبرة كبيرة وهو يضحك عاليا. ها 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 ها. فركضت عند أمها خائفة. روت سامية لأمها الحلم المخيف الذي رأته، ولكن والدتها فادية ابتسمت لها وطمأنتها قائلة: لا تخافي يا سامية، هذا كابوس، الطبيب لا يخيف، هيا بنا نسرع إلى السرير. وعندما نادتها الناظرة لتذهب معها إلى الكشف الطبي، ارتجفت من الخوف وقالت: آه، ما هذا اليوم السيء؟ في المدرسة جلست على الكرسي وهي تفكر بالكابوس الذي رأته في الليلة السابقة، وبالطبيب المخيف الذي سيقابلها. عندما دخلت غرفة الكشف الطبي تفاجأت برؤية الطبيب. كان اسمه فراس، هو رجل لطيف يبتسم بكل محبة وله أسنان بيضاء. بعد أن عاين الطبيب فراس سامية، سلم عليها وقال: أحسنت يا سامية، أنت تعتني بنفسك جيدا، جسمك سليم. فرددت سامية في نفسها: كم كنت مخطئة، لا داعي للخوف من الطبيب.